تعاون وتواشج وتواصل بين القوات الأمنية وأبناء المدينة. اليوم تكريت أكرر وأقول تقف على وقفة واحدة وعلى موقف واحد في الدفاع عن هذه المدينة، وعدم السماح لعصابات داعش في أن تكرر سيناريو 10/6 في تكريت. اليوم الجميع متفاعل، الشباب يقفون ساعات الليل الطويلة الباردة جنبا إلى جنب في أماكن الثغور وأماكن المحادية. دكتور عمر، آسف في المقاطعة، يعني حقيقة أريد أقف عند هذه النقطة. الآن ذكرت الشباب وإحنا نشوف صورهم في الفيسبوك، و كثير الآن من المناشدات في كل محافظات العراق اللي تتعرض للهجوم من قبل داعش، يعني طالبوا الحكومة بتجهيز العشائر، تجهيز الشباب اللي تقف مع القوات الأمنية والحشد الشعبي بالسلاح. يعني هل هناك دور للمجلس ودور لكم كرئيس وحدة إدارية لهذا الموضوع؟ نعم، هذا الموضوع حقيقة بالأهمية بمكان. التقينا مع قيادات الحشد الشعبي ومع قيادات المحافظة ومع القيادات الأمنية بهذا الخصوص. لدينا تنسيق عالي بهذا الخصوص، نحن نعمل لأجل أن يكون هنالك نوع من التسليح لأبناء العشائر أبناء تكريت. أعطتنا الحكومة المحلية وقيادات المحافظة الأمنية مؤشرات إيجابية في هذا الشأن. عموما خلال الفترة المقبلة إن شاء الله سيكون هنالك دور لأبناء عشائر تكريت في حفظ الأمن والنظام وحفاظ على أمن المدينة من قبل أبناء العشائر وأبناء تكريت.